السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو بعنوان النهاية، نهاية ما لا نهاية، تمام؟ أوجد ليمت لما الإكس تؤول إلى ما لا نهاية. صار الموضوع أبدا ما راح أتوسع لك فيه كشرح، تمام؟ راح أبلش حل أسئلة على طول وأعطيك نظام واحد وبتمشي عليه وبتحل كل أسئلة الشامل، تمام؟ لأنه أنت عبارة عن انتحار، راح يجيك دائرة، فبديش أضيع وقتك وأعرف إن وقتك محصور، فعشان هيك راح أعطيك الصافي على طول. بس أول إشي راح نبلش بشوية أساسيات صغيرة. بس لما كنت أحكي لك عدد على صفر، إيش كنت تحكي لي الجواب؟ عدد على صفر وتساوي ما لا نهاية، تمام؟ هسا هون لو قلت مثلا عدد على ما لا نهاية ويساوي صفر، هاي بتركز لي عليها 100%. بس احنا اخذنا بالفيديوهات اللي قبل وبالاقترانات وبكل شيء، كل شيء اخذناه قبل، انه عدد على صفر وتساوي موجب او سالب ما لا نهايه، تمام؟ طيب هسه عدد على ما لا نهايه ويساوي صفر، هاي بتركز لي عليها 100%. طيب هاي اول وحده. الشيء الثاني بتركز لي عليه، لو قلت لك مثلا عدد زائد او ناقص ما لا نهايه، ايش الجواب راح يطلع؟ ما لا نهايه، زائد او ناقص ما لا نهايه، تمام؟ طيب مثلا عدد ضرب ما لا نهاية موجب أو ناقص ويساوي برضه موجب أو ناقص ما لا نهاية، تمام؟ طيب وعدد على ما لا نهاية صفر، إيش ضل؟ ضل مثلا لو قلت لك مثلا سالب ما لا نهاية تربيع، إيش الجواب؟ جواب ما لا نهاية، تمام؟ ماشي. سالب ما لا نهاية تكعيب، راح تضل سالب ما لا نهاية. بس أهم شيء بدي تركز لي عليه إنه عدد على ما لا نهاية تساوي صفر. هسه كل العمليات اللي عدد ضرب، عدد زائد، عدد ناقص، تمام؟ الجواب راح يطلع موجب او سالب ما لا نهايه. هسه راح نبلش بحل الاسئله على طول. هسه لما يجيب لي ليمت لما الاكس تؤول الى ما لا نهايه، الاقتران اللي هو بسط على مقام ويكون هون كثير حدود كثير حدود، تمام؟ هي من الافكار المتكرره جدا، تمام؟ راح اعطيك الصافي زي ما قلت لك، تمام؟ لما يجيب لي ليمت لما الاكس تؤول الى ما لا نهايه واقتران على اقتران والجواز كثير حدود، تمام؟ في عندي خطوات معينه بسويها، الخطوات هي كالتالي، تمام؟ الخطوات هي كالتالي، راح اقسم البسط والمقام على اكبر اكس في المقام، بعيد، راح اقسم البسط والمقام على اكبر اكس في المقام، ايش اكبر اكس في المقام؟ اللي هي اكس تربيع، ما انا راح احكي 2 اكس على اكس تربيع زائد 5 على اكس تربيع على اكس تربيع على اكس تربيع ناقص 3 ويساوي. طيب هسه 2 اكس على اكس تربيع ويساوي، بتطلع هاي اللي هي 2 على اكس، صح؟ اكس بتروح مع اكس، 2 اكس على اكس تربيع بتصير 2 على اكس زائد 5 اكس تربيع على اكس تربيع اكس تربيع ناقص 3 على اكس تربيع. طيب اوجد لي اياها. 2 على الاكس، الاكس ايش هي؟ عباره عن ما لا نهايه، معناها عدد على ما لا نهايه وتساوي صفر، زائد عدد على ما لا نهايه اللي هو 5 على ما لا نهاية تربيع في ما لا نهاية، تمام؟ وتساوي صفر، عدد على ما لا نهاية وتساوي صفر، على اكس تربيع اكس تربيع وتساوي 1 ناقص عدد على ما لا نهاية وتساوي صفر، تمام؟ هذه 3 اكس تربيع، اكس تربيع اللي هي اكس تؤول الى ما لا نهاية، تمام؟ معناها عدد على ما لا نهاية وتساوي صفر، معناها صفر على 1، قلنا صفر على عدد ويساوي صفر، صحيح؟ انا نسيت اذكر بشغلي، عدد على صفر ويساوي موجب أو سالب ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية ويساوي صفر. طب قلت لك صفر على عدد إيش يساوي؟ صفر، تمام؟ دول الثلاثة تخربطش فيهم، عدد على صفر موجب وسالب ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية صفر، صفر على عدد ويساوي صفر، أوكي. طلع معي هون الجواب تبع النهاية صفر. السؤال الثاني قال لي ليمت لما الإكس تؤول لسالب إنفينيتي لأربعة إكس قوة أربعة زائد إكس على 3 اكس قوة 4 زائد 5 اكس قوة زائد 5 اكس تربيع زائد 1، تمام؟ قلت لك نظام واحد، اذا كان عندك بسط ومقام الجواز كثير حدود، تمام؟ بتقسم البسط والمقام على اكبر اكس في المقام، ايش اكبر اكس في المقام عندي هون؟ اللي هي اكس قوة 4، معناها بحكي له 9 اكس قوة 4 على اكس قوة 4 زائد اكس على اكس قوة 4 على، انا بعرف ايش بتفكر بس هسه جايك، على 3 اكس قوة 4 على اكس قوة 4 زائد 5 اكس تربيع على اكس قوة 4 زائد 1 على اكس قوة 4 ويساوي هسه 9 اكس قوة 4 على اكس قوة 4 ويساوي 9 زائد هسه اكس على اكس قوة 4 وتساوي 1 اكس تكعيب، معناها عدد على ما لا نهاية صفر على
ثلاثة إكس قوة أربعة، إكس قوة أربعة تساوي ثلاث، زائد خمسة إكس تربيع إكس قوة أربعة راح تصير خمسة على إكس تربيع، معناها عدد على ما لا نهاية ويساوي صفر، زائد واحد إكس تربيع عدد على ما لا نهاية ويساوي صفر، معناها الجواب تسعة على ثلاث، معناها الجواب ثلاث. تمام؟ طيب نروح السؤال اللي بعديه عشان أكد الفكرة. عندي ليميت لما الإكس تقول لا موجب ما لا نهاية، لا 5 اكس على 2 اكس تربيع ناقص اكس زائد 1، معناها راح اقسم على اكبر معامل اكس، اكبر اكس قصدي في المقام، معناها 5 اكس على، راح اقسم على اكس تربيع، اكبر شيء في المقام اللي هي اكس تربيع، 5 اكس على اكس تربيع وتساوي 5 على اكس، صح؟ 5 اكس على اكس تربيع وتساوي 5 على اكس اللي هي صفر، على 2 اكس تربيع على اكس تربيع ويساوي 2، ناقص اكس على اكس تربيع اللي هي 1 على اكس، يعني عدد على ما لا نهاية وتساوي صفر، زائد واحد على إكس تربيع ويساوي صفر، معناها الجواب اللي هي عدد على ما لا نهاية وتساوي صفر على اثنين، قلنا صفر على وين؟ صفر على عدد ويساوي صفر. تمام؟ هسا انت ايش قاعد تحكي؟ شو كان قاعد تحكي؟ ما احنا تعلمنا من زمان انه اذا كانت درجة المقام، اذا كانت درجة المقام اكبر من درجة البسط الجواب راح يطلع صفر. تمام؟ يعني هون درجة المقام أكبر درجة البسط الجواب راح يطلع صفر، إذا كانوا متساويات راح يطلع رقم، إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام راح يطلع معي جواب موجب وسالب ما لا نهاية. لا، أنا بقول لك اشتغل على نظامي، هسه بقول لك ليش اشتغل على نظامي. تمام؟ ويساوي الليمت الرابعة، ليمت لما الإكس تؤول لسالب إنفينيتي إلى واحد ناقص 3 إكس قوة 4 زائد إكس على إكس تربيع زائد إكس. تمام؟ إيش راح أسوي؟ راح أقسم على أكبر إكس في المقام، معناها اللي هي إكس تربيع، واحد إكس تربيع صفر ناقص 3 اكس قوة 4 على اكس تربيع ويساوي 3 اكس تربيع، زائد اكس على اكس تربيع اللي هي 1 على اكس، صح؟ اللي هي اكس على اكس تربيع، هاي بتروح مع هاي فبتصفي 1 على اكس. تمام؟ معناها عدد على ما لا نهاية ويساوي صفر. تمام؟ على اكس تربيع اكس تربيع اللي هي 1، زائد اكس على اكس تربيع اللي هي 1 على اكس وتساوي صفر، معناها الجواب اللي هو 3 اكس قوة 4 على 1. طيب ثلاثة، هسا إكس قوة أربعة عبارة عن إيش؟ عبارة عن سالب ما لا نهاية قوة أربعة، معناها الجواب راح يطلع ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية تربيع أو سالب ما لا نهاية قوة أربعة، يعني سالب ما لا نهاية أس عدد زوجي ويساوي ما لا نهاية، هسا ما لا نهاية بعدد تساوي ما لا نهاية، معناها الجواب ما لا نهاية. تمام؟ طيب هسا إيش الفكرة؟ الفكرة إنه في ناس حافظينها حفظ. تمام؟ كيف يعني حافظينها حفظ؟ يعني حافظينها إنه مثلا عندي هي الليمت أربعة. تمام؟ في ناس حافظينها، إذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام الجواب موجب أو سالب ما لا نهاية، إذا كان درجة المقام أكبر من درجة البسط الجواب صفر، وإذا كان درجة البسط تساوي درجة المقام ويساوي رقم. هسه ممكن أنت بتعرفش يصير معك في امتحان بتنعجق. تمام؟ تعرف يعني أنت مش متخيل إيش راح يصير معك في الشامل. تمام؟ في الشامل راح تنعجق، انا ببشرك راح تنعجق. هسه اذا انعجقت امشي على طريقتي. هسه طريقتي بكل بساطه، انت تفكرنيش انه بحل زي هيك، لا، طلع ايش بسوي انا. طلع هسه انا طلع مثلا بهذا السؤال، انا ايش راح اقسم؟ راح اقسم اكس تربيع، معناها 2 اكس على اكس تربيع. تمام؟ معناها صفر، معناها صفر البسط على طول، بحكي جواب صفر، ما دام صفر البسط على طول الجواب صفر. طب اللي بعديها هي اللي هي 9 اكس قوه 4 على 3 اكس قوة 4. تمام؟ راح اقسم على اكس قوة 4، صح؟ تمام، معناها راح يطلع معي جواب رقم، لانه يعني هون 9 وهون 3. تمام؟ مثلا هون عندي 5 اكس على 2 اكس 2 اكس تربيع ناقص اكس ناقص 1، ايش راح اقسم؟ راح اقسم على اكس تربيع، معناها 5 اكس على اكس تربيع، هون البسط راح يصفر، معناها على طول النهايه بصفر. تمام؟ هون مثلا عندي راح ايش راح اقسم؟ راح اقسم على اكس تربيع، معناها 3 اكس قوة 4 على اكس تربيع راح يطلع معي الجواب في اكسات. تمام؟ يعني الاكس راح تضل موجوده. تمام؟ معناها الجواب راح يطلع يا موجب يا سالب ما لا نهايه، معناها انا برضو بشتغل على نفس طريقتك، بس عشان اتفادى انه انعجك في الامتحان، لا، على طول دائما بمشي على قاعده انه دائما بقسم على اكبر معامل في المقام. طيب نروح على هي كانت الفكره الاولى، الفكره الاولى من الاسئله اللي هي ايش الفكره الاولى من الاسئله؟ يكون عندي نهايه تؤول لما لا نهايه، لما تؤول لما لا نهايه. تمام؟ يكون عندي بسط ومقام والجوز كثير حدود. هسا الفكرة الثانية وهي أفكار ثابتة، الفكرة الثانية اللي هي فكرة الجذر. تمام؟ هسا أنا برضو مش راح أعطيك ليش أنا هيك بسوي بالجذر. تمام؟ راح أعطيك إشي وتحفظه، ما راح تلقى بسويه غلط، بس اللي قاعد بسويه بجيب لك علامة. أوكي؟ هسا لما يكون في عندي جذر اللي هو جذر تربيعي،
تمام، وبشترط عليك انه جذر يكون تربيعي اللي هو جذر زي هيك، مش جذر تكعيبي، تمام، جذر تربيعي ل 4 اكس تربيع زائد 1 على 2 اكس زائد 1 لما اكس تؤول الى انفينيتي، تمام. طيب راح اسوي نظام ثابت، النظام هو بدك تحفظه، بعرف قاعد بسوي غلط بس بدك تحفظه، تمام. لازم اطلع اكس تربيع عامل مشترك من جوا جذر، اطلع اكس تربيع عامل مشترك، فبتصير 4 زائد 1 على اكس تربيع، صح، طلعت عامل اكس تربيع عامل مشترك على 2 اكس زائد 1. طيب سؤالي لك هسه، جذر الاكس تربيع عباره عن ايش؟ اخذناها بالاقترانات واخذناها بالفيديوهات الاولى للنهايات، قلت لك دائما جذر الاكس تربيع عباره عن القيمه المطلقه لاكس ضرب جذر اللي هي 4 زائد 1 على اكس تربيع على 2 اكس زائد 1. طب بس القيمه المطلقه لاكس ايش؟ القيمه المطلقه اكس اشوف اذا اكس موجبه ولا سالبه. طيب هسه الاكس تؤول لايش؟ تؤول الى ما لا نهايه، معناها دائما الاكس تؤول الى ما لا نهايه معناها موجبه، معناها عندي ويساوي اللي هي اكس ما دام تؤول الى ما لا نهايه معناها موجبه، اكس في جذر اللي هي 4 زائد 1 على اكس تربيع على 2 اكس زائد 1. هسه صفى السؤال عندي، سؤال عبارة عن نفس الفكرة الماضية، لازم أقسم على أكبر معامل في المقام، معناها بحكي إيش أكبر معامل في المقام اللي هو إكس، معناها إكس على إكس ضرب جذر، عندي جذر اللي هي 4 زائد عدد العلامات النهاية ويساوي صفر على 2 إكس على إكس اللي هي تساوي 2 زائد 1 على إكس اللي هي عدد علامات النهاية وتساوي صفر، معناها وتساوي 1 ضرب جذر الأربعة، جذر الأربعة على 2، جذر الأربعة كم؟ يساوي 2 على 2 ويساوي 0. اللي سويته بكل بساطة إنه هون تمام، طلعت الإكس تربيع عامل مشترك من جوا الجذر، تمام، الإكس تربيع طلعتها عامل مشترك من جوا الجذر، تمام، صفت مع جذر الإكس تربيع، جذر الإكس تربيع عبارة عن القيمة المطلقة لإكس، جذر الإكس تربيع عبارة عن القيمة المطلقة لإكس، تمام. هسا إكس تقول لإيش؟ تقول لما لا نهاية، معناها راح تصير اكس في جذر الأربعة زائد واحد اكس تربيع. وهون رجعنا للأول إشي اللي هو بقسم على أكبر معامل في الاكس، طلع معي الجواب. نأخذ كمان فكرة على هذا السؤال، عندي السؤال بيقول لي جد ليمت لما الاكس تؤول لسالب ما لا نهاية لجذر الأربعة اكس تربيع ناقص واحد على اثنين اكس زائد واحد. قلت لك أول ما تشوف جذر تربيعي راح أسوي نفس النظام، طلع اكس تربيع عامل مشترك، فراح تصفي 4 ناقص اللي هي 1 على اكس تربيع كله تحت الجذر على 2 اكس زائد 1. طيب جذر الاكس تربيع عبارة عن ايش؟ عبارة عن القيمة المطلقة لاكس في جذر قيمة المطلقة لاكس، تمام، في جذر اللي هو 4 ناقص 1 على اكس تربيع على 2 اكس زائد 1. طيب القيمة المطلقة لاكس تشوف ذا قيمة الإكس موجب ولا سالب؟ الإكس إيش لإيش تأول؟ تأول سالب إنفينيتي، معناها سالب إكس في جذر الأربعة ناقص واحد على إكس تربيع على 2 إكس زائد 1، تمام. هسا راح أقسم على أكبر معامل في المقام اللي هو إكس على إكس على إكس على إكس، ويساوي اللي عبارة عن سالب واحد ضرب جذر الأربعة على 2 ويساوي جذر الأربعة اللي هو 2 ويساوي سالب 2 على 2 ويساوي سالب 1. كمان سؤال عشان نثبت الفكرة 100%، عندي ليمت لما الإكس تؤول لسالب ما لا نهاية لخمسة إكس على جذر الإكس تربيع ناقص 1 الكل زائد 4 إكس. أول ما أشوف جذر راح أطلع إكس تربيع عامل مشترك، إكس تربيع إيش صف عندي؟ صف عندي 1 ناقص 1 على إكس تربيع كله تحت الجذر، وهذا في عندي هون زائد 4 اكس، تمام. هسه بتصفي عندي 5 اكس على اكس تربيع وجذر، انا القيمه المطلقه لاكس في جذر 1 ناقص 1 على اكس تربيع زائد 4 اكس. نكمل هون، عندي القيمه المطلقه لاكس، الاكس ايش لايش تقول؟ لو تقول لسالب ما لا نهايه معناها 5 اكس على سالب اكس في جذر اللي هو الواحد ناقص واحد على اكس تربيع زائد 4 اكس. هسه راح اقسم على اكبر معامل في المقام، ايش اكبر معامل في المقام اللي هو اكس، معناها تساوي 5 اكس على اكس
يساوي 5 على سالب x على x سالب 1 ضرب جذر الواحد ناقص عدد على ما لا نهاية 0، معناها جذر الواحد 1 ناقص 0 وتساوي 1، جذر الواحد ويساوي 1 معناها سالب 1 ضرب 1 زائد 4x على x اللي هي 4 وتساوي 5 على سالب 1 بواحد سالب 1 زائد 4 ويساوي 3، معناها الجواب 5 على 3. تمام، 5 على 3 صحيح. تمام. طيب السؤال اللي بعدي عندي هذا السؤال، ليميت لما الاكس ليميت لما الاكس تولى الانفينيتي لجذر الاكس تربيع ناقص 3x الكل ناقص اكس. هسه ما بقدرش اشتغل فيه زي هيك لانه لازم يكون عندي بسط ومقام، لازم ضروري يكون عندي بسط ومقام. طيب ايش بدي اسوي هسه؟ لازم انا اخترع له بسط ومقام. طيب كيف ممكن اخترع له بسط ومقام؟ عن طريق اني اضرب بالمرافق. تمام، عن طريق اني اضرب بالمرافق. هي الافكار بدك تحفظها حفظ، كيف جاب هالافكار مش رح تجي غيرها. تمام، اللي هي اكس تربيع ناقص 3x الكل زائد اكس، راح اقسم على يعني راح اضرب البسط والمقام اللي هي جذر برضه اكس تربيع ناقص 3x الكل زائد اكس. تمام، معناها ايش المعادله راح تصير؟ البسط راح يصير اكس تربيع ناقص 3x ناقص اكس تربيع، صح؟ لانه هي ناقص مع الزائد ناقص واكس باكس اكس تربيع، على المقام اللي هو جذر اكس تربيع ناقص 3x الكل زائد x. تمام، طيب هسه x تربيع مع سالب x تربيع بتروح، صفت معي ناقص 3x على هذه القيمه. هسه القيمه اللي تحت الجذر ايش لازم اسوي؟ طلع الاكس تربيع عامل مشترك، معناها جذر x تربيع عامل مشترك هتطلع لي اللي هي 1 ناقص 3x x تربيع بيساوي 3x. تمام، زائد x، وهون في عندي ناقص 3x. طيب هذا لازم جذر للاكس تربيع اللي هو القيمه المطلقه لاكس، الاكس ليش تقول؟ لما لا نهايه، معناها اكس، ويساوي سالب 3 اكس على اكس في جذر الواحد ناقص 3 على اكس زائد اكس. طيب هسه ايش لازم اسوي؟ لازم اقسم على اكبر معامل في المقام اللي هو